يا سيدي هي مستعدة تضل عم تخدم ببيت عمتها هيك لله ياخذ امانته حتى ولو جوزها ما رجع. شو على كيفها؟ على كيفها يا عمري على كيفها. لكان على كيف مين؟ ليش مين بيسترجي الا للست رويدة يا محلى الكحل بعيني؟ ايه لا لا انا بحكي ابي بخليه يحط لها حد. استنى تقبرني. وقال انه هي ما لها مجبورة تجي على البيت وتخدم الكل. حلو حلو والله. لكان مين مجبور؟ قال انا المجبورة يا بعدي. اي والله ما عم قصر عبده، قاعدة خدامي للصغير قبل الكبير. معلش وفوها، معلش حبيبتي، تحملي كرمالي. ليش انا شو اللي مصبرني على هالعيشة غير حبي إلك عبودة؟ مو شايف من كيف كاسرة عن مناخيري بصلة وساكتة؟ ايه بس اختك عيب عليها تحكي هالحكي. اه ماشي ماشي وفوها، يرضالي على هالوش، طفي لنا هالفانوس. على عيني. السلام عليكم يا ري. عليكم السلام. واصلي. احكي شو في؟ احكي شو في عندك؟ اه لا ما في شيء يا ابي ما في شيء. لا بلا في. لأنه لما بتتبكمك معناتها في بتمك حكي، والحكي ما بيصير بنوب. ولك أنا أبوك وبعرفك إني أحكي. يعني هو الحقيقة يا بي في شي هاد بالآخر. شو القصة؟ مرت عمك عندها شي فنجة جديدة؟ لا لا يا بي، مرت عمي ما لها علاقة بنوب. لكن شو في؟ مشان رويدة يا بي. وشو بها رويدة؟ يعني أنا عم أقول إنه قعدة رويدة ببيت عمتي أم وضاح ما لها طعمة وجوزها مانو هون. ها؟ إيه ومعلومك تعرف يعني اللي عم يروح اليوم على اخذ عسكر ما عم يرجع. شو قصدك؟ قصدي انه رويدة لازم تيجي تقعد عنا هون بالبيت يا بي، بيت ابوها الزم فيها، ولما بيرجع وضاح منرجع لهم اياها. لك انت منين بتجيب الفم هذا كلياته؟ منين بتجيب الفم؟ قوم قوم روح على المشغل، اخوك ليك لحاله. قوم. ايه شو علي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شبكم شبكم شو بعبدوا مو على بعضه؟ ابنك جايب لي فنجة جديدة. قال شو؟ بده أخته رويدة تترك بيت عمتها وتيجي لهون. عجبك؟ أصلاً هو صار له مدة عم بيلمح على هالقصة وكان بده يقلك. شو بده يقل يعني؟ ولك هي كلها تفصول صبحية، كلها تفصول صبحية. الله يستر فيها. تفضلتوا على راسنا يا أم وضاح، والله يرجع لك الغنية بخير وسلامة ويقدرنا على مكافاتك. شو عم بتفكري يا وضاح؟ أفكر بهالدنيا. تقبري وحدي الله وحدي الله. الله يرضى عليكي، إن شاء الله بكرة بيرجعوا الغوالي وبترجع أيامنا وأيامكم أحسن من الأول. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يبعث لي حلم علي. الله وكيلكم كنت خاف عليهم من الهوى الطاغي. كله ترتيب ربك يا حجة، والمكتوب عجبين لازم تشوفه العين. طولي عليك تقبريني. إلك أنا شو بدي أقول؟ إيه أبي مات وأنا عمري 7 شهور، أمي ماتت بعصبة، جوزي أخذوه على الأخذ عسكر صباحية عرسنا ولهلأ لا رجع ولا بعرف شي عنه. خليه لالله. يا على قلبي أنا ليش إني لحقوا يتنوا؟ إن كان وضاح ولا سميحة ما لحقوا يتنوا. والله ما في شي بيدوم يا جماعة، الواحد لازم لا يتكبر ولا يتجبر لأنه ما بيعرف الأيام شو مخبيت له. مرت عمي شو قصدك؟ يو مو قصدي شي، يعني مين كان يفكر إنه وضاح بده يروح على أخت عسكر؟ الله لا يوفقه اللي كان السبب، الله يحرمه من نور عيونه. مرت أخي قومي قومي نروح أنا وياكي، جعبان يروح لعندكم اشرب فنجان قهوة ومنه منطمن على البنات. قومي. إيه ليش لا؟ تفضلوا كمان كلكم معنا، والله منتسلى ومنغير هالكوانة. أم وضاح قومي 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 انت ورويدة، يعني بتتسلوا لكم شوي وبتنسوا. شو بدنا ننسى صبحية خانو؟ أنا والله مشانكم يعني قلت لحالي بركدان. مرت عمي تركينا بحالنا، نحن مو ناقصينك. ها تطلعوا على قبري إن شاء الله. يو شو حكي صبحية؟ مشان الله سر الشر وروح على بيتي ملطفي.
عم تقلعيني على بنا رايحه معي على البيت. لا حول ولا قوه الا بالله. لك اذا بدي اقلعك كرمال اختي لانه رح تموت منك. لا اقدر انا اشوفك ولا اقدر اسمع صوتك. يا الله يوفقك. بالناقص ايه بالناقص منك ومن شوفتك. ويدا امي مالك سمعتيها؟ اتركيها عمتي اتركيها، هي الحرمه ما نوصلها على النبي. والله لا يوفقكم، والله بتستاهلوا اكثر مصاير فيكم. قولي على عيونكم. يو ليش عم تحكي ام صفوان؟ والله ما لحق ابنه. اطلع الجبهات ما في مين يدفنوا، عم تاكلهم الوحوش والطيور الجارحه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. ابو وضاح وحد الله يا ابو وضاح. عمي ابو وضاح شو حاسس؟ ذايخ ذايخ راسي راسي وجعني. خلينا نفوته على البيت يا جماعه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحميك يا رب، الله يحميك. بسم الله يا شيخ اقتلوا عافية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 على حالي ولي على طولي. ان شاء الله عدوينك تقبلني. فوتي يلي فوتي فوتي ضبط التخت لعمك. امان شو حاسس؟ ماشي ماشي لا تخاف. سلامتك ان شاء الله سلامتك. هلا ببعد ديما ولي على طولي ولي على طولي. يلا حنادي لابو صفوان. شنك يا ربي؟ على مهلك على مهلك. الله وكيلك من يوم ما رجعنا من الحج ما داعي لقمه. بسم الله عليك. مسكين يا ابو الله، والله حالته ما بتسر لا قريب ولا غريب. ولي على قلبي عليك والله يلي مرق على راسهم يا رجال. مو قليل منهم. لا والله مو قليل، مو قليل منهم. مين كان يقول ان ابو وضاح رح يصير فيه هيك؟ دخلك اختك ام وضاح شلونها؟ هي الثانية تعبانة بس عم تكابر. يا بي فيني روح شق على عمتي ام وضاح وعمي ابو وضاح؟ ايه يا بي ايه. هلا بس يجي رجلي بخليه ياخذكم تكرم عيني. ولد صبي انت مجرم سفاح، انت خاين، ليش يقتل الرجال عصم لي؟ لا وضاح ما دخلوا، انا اللي قتلته. ما دخلوا؟ ايش يعني ما دخلوا؟ يعني هو بريء وما كان رضيان بهالشي بنوب. يعني هي اعترافات انك قاتل الرجال عصم لي؟ ايه نعم انا اللي قتلته. يعني انت في معلومات انه هذا مجرم قاتل الرجال عصم لي؟ احكي ولد صباي. ايه نعم أنا كنت بعرف. هو كان بيعرف بس ما كان راضيان بهالشي بنوب وما هان عليه إني أقتل ولا واحد. أنت في سكوت عن معلومات خطيرات، لازم تبليغ قيادات عن مجرم خطير. أنا ما بخبر عنه لو مهما صار. شاويش وضاح سلم لي على أهلي إن تميت عايش. قول لنبيها نايف أخذ لك حقك وما راح رخيص. نبيها أمانة برعبتك يا وضاح. اسمك ولد؟ وضاح الخشاب. ولاية ماذا؟ ولاية الشام. هدموهن يا شباب، يا وين شبابهن؟ هدموهن ولاد الكلب. أمي عمتي أمي نامي لك شوي. لا عمتي ماني نعساني. وضاح أدنى الصباح؟ ايه أدنى من شوي صلينا. ليش ما فيأتيني؟ ما حبيت انزعلك نومتك تقبرني. لا شو طالعك من اوضتك؟ بدي اتوضى وصلي الصبح. ياه انت حسنان تتوضى هلا وتصلي؟ ايه طول بالك يا رجال لحتى يقوى بدنك. بتصلي يا قضاء؟ ما بصير. جيبي لك صلاة بوقتها. ها ها طول. طيب شو سبب الوجع هاد؟ لك عمي زعل وجوع. يا لطيف الله يكون بعونه. ايه والله يا لطيف لأن الزعل بيبرك جمل يا جماعة. يا لطيف
مصيبته جبال ما بتحملها. لك عمي الزعل مو بالايد، يعني واحد اذا صابته مصيبه ما بيقدر ما يزعل، بس الجوع يا لطيف. اي صحيح، هو اصلا ما عم ياكل، سمعت بعد ما رجع من الحج يا دوب عم ياكل 200 باليوم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صفوها مول عمي. تنجاز شيء اذا جبنا له حكيم من الخستخانه؟ لك ابني ليش الحكيم؟ طالما العله معروفه ليش الحكيم؟ بعدين انا بشو مقصر؟ لا 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 عداك العيب بصفوها، ما حدا عم يقول انك مقصر، بس يعني ما فيها شيء اذا شافوا شيء حكيم من الخستخانه. معلومك هدول حكم الخستخانه اكثرهم دارسين بلاد برا، واكيد بيعرفوا يعني شيء الحكم عنا ما بيعرفوا. ما هيك؟ مظبوط. اتركوا يا ابي، اتركوا ياخذوا على الخستخانه، بركي الحكيم بيعطيه شيء ابره بيريحه. شو قصدك صفوان افندي؟ قصدي انه بالخستخانه الحكيم بيعطيه ابره ذات المفصلين، يعني يا بيموت يا بيعيش. اعوذ بالله منك، يعني بشوم عليك؟ ان شاء الله عدوينه. اتركوا اتركوا، اصلا الحق مو عليه، الحق على ابو صفوان اللي ما عرف يربيه. ولك انا مربى اكثر منك. مالك سمعانه شو عم بحكي يا بي؟ انا هلا مستعد اجيب الزطيه تقشهم كلياتهم الشلفه. فيها عليك يا واطي. عم توزع علي ولك؟ وين وهون؟ هسع من هون انت ما خصك. انا ما خصني ولك؟ ايه سيدي ما خصك، مالك شايفني عسكري ومن حكومه؟ لك تكون ابن السلطان. ايه ماني سائل عنك. جيب ايدك. عم بقول لك اتركوا اكيد اتركوا اتركوا اترجعوا ما حدا يدخل. روح هاتي للظابطية يا بي، هاتي للظابطية. كرمال خاطري اتركوا هالمرة رح اتركوا كرمالها، بس اذا بيقلل ادبه او بيتطاول على حدا من الكبارية رح اعدمك يا بابان. ولا بده ياها قولي على مهلك، قولي على قامتي قلبي. انا قولي على قامتي. الله يجيرها، الله يجيرها، استهدي برحمته، استهدي برحمته. انا مهلك شوي شوي. ايه شوي شوي. والله يا اخي كان بغرفته اريحني. لك اختي كلامك مظبوط، الناس كلها بدها تشوفه وتشق عليه، بس هون يعني مو حلوه الناس فايته طالعه. ليك ايه على وقت الضيوف احسن. يلا يلا تشكر. قاسي الهي سلامة قلبك ان شاء الله. سلامة. والله بغرفتك اريحنا. لا لا شو حكينا؟ وضح انا ما تعودت اقعد لحالي. ايوه يلا عرضيه ان شاء الله عرضيه. تعال اجي. الله يعينك. امسك ايده من عندك. الله يكسر ايديهم. الله وكيلك يا مو، لو كان بس العقيد شاهر لحاله لكن دعوسته تحت بطي دعوسي. ليش مين كان معه؟ كلهم يا مو، كلياتهم، كل رجال الحاره. بس ما صفوان ما حدا مد ايده عليه غير العقيد شاهر. شو بلا بس العقيد شاهر؟ ما شفتهم يا بي؟ ما شفتهم شلون كلياتهم معطين حالهم بدهم يضربوني؟ وانت كيف بتشوف ابنك عم ينضرب وبتسكت؟ مالك رجاء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لك والله لو ما ترجيته للعقيد كان نيم لك يا بالمقبره يا بالخستخان. فشار. ايه مثل ما بدك. فشار فشار. اسمع يا مو، هلا بتروح بتشتكي عليه للظابطيه، خليهم يورجوه قيمته وخليه يعرف اللي بيتعدى على العسكر السلطان شو بيصير فيه. اخ يا ابو اخ اخ، بس لو فيني بس ما بحسين طالع من القشله بدون مأذونيه يا مو، يعني الحلال ما يضرب القصه كلياتها، لا يدكوني بالحبس وما يطلعوني. خير ان شاء الله. ان شاء الله بسيطه بسيطه، اجر عافيه ان شاء الله. طمنا حكيم. ما في شيء، شويه زعل مع قله غذاء. الله يطمنك يا حكيم. بس اذا بضل هيك حالته بترجع لورا، ديروا بالكم عليه منيح. شلون يعني؟ بده شوية غذاء، شوية لحم، مع شوية مرقة الديوك، على شوية فواكه واللذي منه. سامع مختار؟ سامع شو عم بقول الحكيم؟ سامع، بس مو بإيدي. نفسي ما عم تقبل آكل شيء. مختار، نحن رح نعطل شغالنا ونقعد قبالك لحتى تصير منيح وتاكل وتشرب منيح. يسلم تمك، مزبوط. الله لا يحرمني منكم. وديكم فوق راسي. لا تعطلوا بشاري. روحوا على شغلكم روحوا. لا لا مختار، ما لنا مثل الحين من هون قاعدين بشقيتك مثل ما على خير ماشي. تفضل حكيم تفضل. خسارة يا جدي والله خسارة، ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.